تيتي كم لقب معه؟ رأي يا زلمة ولينو سكولوني ليش كم لقب معه؟ معه لقب دولي طيب كوبا أمريكا تيتي كمان مع لقب دولي طيب بعدين عادي كابول يسجل هدف كبير جدا إلى الإمبراطور زيدان في نص الملعب مارادونا مارادونا يسجل كرة بتسجل من هو أفضل مدرب في تاريخ كأس العالم؟ المدرب اللي بيقدم نسخة جيدة هو اللي بيتعامل مع الصعوبات واللي بيظهر أفضل ما لدى لاعبيه. كارلوس بيلاردو قدم نموذج لعب بالتسكير خط الدفاع عن طريق اللعب بخمس مدافعين والاعتماد على المرتدات السريعة. كانت نموذج ثوري باللعب آنذاك. كان عارف قدرات منتخبه ومشوار منتخب الأرجنتين بمونديال 86 لم يكن سهل. لما تخطى إنجلترا بدور ربع نهائي بهدفين مقابل هدف وكان منتخب انجلترا من افضل المنتخبات. شو بتحكي يا زلمه خلصني يا عم دنا هلا بكفي لك لكن كل الانجازات عشان تقول لي ليش مدرب منتخب المانيا هو افضل منتخب. كلمتي اكثر هيلموت شون هو اكثر واحد درب منتخب اكثر مدرب. انت عايز ايه حضرتك؟ قولي هلا المانيا ناجحه ترجع لهيلموت شون هو اللي بنى من عام 1966 أطول مدرب في تاريخ كأس العالم. شو بنى؟ متحف يعني ضل اليوم؟ كيف يعني بنى؟ فسر لي كيف بنى يعني؟ منتخب وقواعد وتدريبات وكيف ينجوا اللعيبة يعني الماكينات الألمانية سميت على الماكينات لأنه هو يعني مش هو خلى اللعيبة اسمع تيجي على الملعب زي كأنها بتعمل شغل مش جاية تلعب. من هو المدرب الذي سيبرز في النسخة القادمة من كأس العالم؟ يعني اللي لهلأ صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في مسيرة المنتخبات سكالوني. تيتي كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. اسمع بقول لك لينو سكالوني أفضل هيكون أفضل مدرب كأس العالم. ما بعرف منه لسه جديد. تعال احكي معه. خد تيتي بدي يحكي معك بيقول لك إنه سكالوني مش هيعمل إشي. شو عمل معك بنهائي الكوبا الماضي؟ سكر بوجي تيتي. بقول لك اسمع تيتي حيكون معاه منتخب اول شيء وعرف ينظمه. طب ما تواجهه تواجهه هلا تواجهه تعال شوف اسمع تواجهه. طيب وبعد مين تفوق؟ هو تفوقتوا انتوا. بقول لك شغله تفوق الارجنتين بالماراكانا لكن على الاراضي القطريه سوف يكون الفوز لمنتخب السامبا. الارجنتين على بعد مباراتين من تحقيق اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ المنتخبات. لا لما واحد يحكي نحكي ارقام وانصاف. اسمع انت بتعرف عايش بتدور عم بتفتش على مسيره تيتي انت؟ لا عم بفتش على تاريخ ليونيل سكالوني. وين راح؟ نفس تاريخ تيتي. مش عم بدور على تاريخ تيتي. كم لقب معه؟ رأي يا زلمه ليونيل سكالوني ليش كم لقب معه؟ معه لقب دولي طيب كوبا امريكا. تيتي كمان مع لقب دولي طيب بعدين عادي. من صاحب الدور الاهم اللاعب ام المدرب؟ اول شيء انت كمدرب لازم يكون عندك اللاعبين بس كمان يعني اللاعبين لازم يكون اول شيء لازم يكون في تجانس بين المدرب وبين اللاعب عشان يعرفوا يتفقوا ويلعبوا بطريقه. يعني مثلا منتخب الدنماركي مع مدربه بصير عيدها مدرب منتخب الشوري القوي حيطلع كاسبر هي طبعا هو لازم يكون في تجانس بين المدرب وبين اللاعبين عشان يقدموا اداء رائع. مثلا عندك كاسبر هيولمن مدرب منتخب الدنماركي صح ما عنده الاسامي البارزه لكن عنده توليفه عمل توليفه بالفريق خلى الفريق هو والفريق يعرفوا يتعاملوا مع بعض. عشان هيك احنا شفنا المنتخب الدنماركي قدم نسخه كبيره في اليوروز وحنشوف كمان انه حيسبب مفاجاه كبيره في مونديال قطر. العام 2002 اذا بتتذكر مونديال كوريا واليابان حققت لقب البرازيل. البرازيل كان تحت قياده سكولاري اللي مسيرته التدريبيه ما بعد مونديال 2002 لم تتكلل بنجاح مبهر بصراحه. وسكولاري كان انذاك اساسا اللعبه تعتمد اكثر على فكره الفردانيه النجوم صناعه الفارق من خلال النجوم اكثر من اليوم. اليوم لعب كره القدم اصبحت لعبه جماعيه بشكل راديكالي نوعا ما. واكبر دليل منتخب المانيا عام 2014 برجع بضرب فيه المثل لو واكي بلوف ما اتوقع المانيا تفوز بكاس العالم. صح صح هيدا اللي عموله انه المدرب اللي بيخلق منظومه قادره على صناعه الفارق حتى في غياب الاسماء بيقدر يعمل فرق. ومنتخب المانيا بوقتها كان عنده اسماء ومميز جدا وكلاس اي. كل ما تقدمنا كل ما اصبح دور المدرب اهم. وعشان هيك برجع بطرح فكرة إنه قيادة سكالوني في مونديال قطر مهمة لأنه عنده استقرار فني عنده استمرارية على مدى طويل حقق نجاحات مع المنتخب
وفي الفه بالمنتخب وفي هويه واضحه يلعب من خلالها منتخب الارجنتين، رغم انه باستثناء ليونيل ميسي افضل لاعب في تاريخ اللعبه ما عنده اسماء بارزه جدا. من هو الفريق المرشح للظفر بكاس العالم قطر 2022؟ تيتي والبرازيل. محصور بين فرنسا والارجنتين. فرنسا